السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وهذه الأيام التي تمر بسوادها بظلامها على قلوب المؤمنين، فتحييهم وتحول القلوب بيضاء خالصة لله تعالى ببركات حب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. باسمكم جميعا سادة الكرام إخوتي الأفاضل، أرحب بضيف الكريم الضيف الدائم للبرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد، السلام عليكم وعظم الله أجوركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجوركم. حياكم الله سيدنا الكريم. إن شاء الله راح يكون أمام حضراتكم وقت كافي للاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة أخوتي الكرام أخواتي الكريمات بعد 10 دقائق من الآن أو يزيد على هذا بقليل، وتطرحون الأسئلة اللي تحبون تطرحوها. أما الآن فإذا يسمح لنا سماحة السيد نتحدث بشكل سريع وجزئي عن هذه المناسبة التي نمر فيها هذه الأيام. سؤالي الأول سيدنا، مما يثار أن محبي أهل البيت أن الشيعة يذكرون آل محمد أكثر من محمد نفسه، اللهم صل على محمد وآل محمد، يهملون الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ويركزون على الأئمة، ما هو الرد على مثل هذه الأقاويل؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال لا أريد أن أسترسل في رد هذه الشبهة التي تثار على شيعة أهل البيت أنهم يقدسون أهل البيت أكثر من رسول الله نفسه، وهذا في واقع الحال أعتقده الأمر معكوس بشكل كبير، حيث أن شيعة علي وشيعة أهل البيت أكثر الطوائف تكريما لرسول الله واحتراما لرسول الله وطاعة لرسول الله وإحياء لرسول الله، وأكثرهم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. هذه ليست شعارات وإنما هي وقائع. يمكن لي أن كل هذه الأمور الخمسة التي ذكرتها يمكن أن أستدل عليها بأدلة عديدة، ولكن بشكل مختصر لأن وقتنا في واقع الحال يراد له أن يكون مقدما للبرنامج. عندما رب العزة عز وجل لا يجعل أجر رسالة رسول الله وأجر عمل رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجعله إلا المودة في القربة، فماذا تفسر جنابك الكريم مودتنا لأهل البيت؟ أليس هو طاعة لأمر الله وتوفية لأجر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ في سورة الشورى، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الذي يبشر عباده الذين آمنوا، شوفوا عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. نحن أكثر من أطاع الله في أمره وأطاع رسول الله في أجره، وهو مودتنا لأهل البيت. أما الأمويون ماذا فعلوا بآل رسول الله؟ ماذا فعلوا برسول الله نفسه؟ أليس الذين قالوا أنه لا يهجر؟ نعم. أليس الذين في واقع الحال ارتدوا على أدبارهم؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ من الذي انقلب على عقبيه؟ الذين تركوا وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، عترتي أهل بيتي. فمن الذي أحيا رسول الله؟ ومن الذي أطاع الله أمره؟ من الذي كرم رسول الله في ذريته؟ هل المدرسة الأموية؟
أو المدرسة العباسية، المدرسة الأموية قتلت ذرية أو أحسنتم أو المدرسة العثمانية، من أي مدرسة هذه؟ ففي واقع الحال نحن لما نجد أن الأمويين والظلمة طول التاريخ حاولوا جهد إمكانهم أن يهمشوا أهل البيت. سيدنا لو باقي على التهميش نعمة، قتلوهم سيدنا، أحسنت. قتلوهم وسبوا ذراريهم لا بس أريد أبين قضية، قد بعض الإخوة المشاهدين المنفتحين المنصفين ما ملتفتين، خل أبينها. نعم فضلوا وإن شوي أخذ وقت، مو أخذ وقتكم سيدنا، وقت مهم، أيام وفاة الإمام الرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحتاج أن نقف عند هذه الفردة. شوفوا أنت تقول تهميش، شوفوا اللي صار، أن الرجل الأول، أنا أرجوكم، أنا أتكلم مع الشاشة يعني مع الأخوة الكاميرا، وأرجوكم الأخوة شوي التفتوا إلي، يعني لا تنشغلوا بالأمور الأخرى. الرجل الأول في رسول في حياة رسول الله، الرجل الأول أقرب الناس لرسول الله، أفقه الناس، أعدل الناس، أكثر الناس شجاعة، أكثر الناس جهادا، أول الناس إسلاما، من؟ أمير المؤمنين علي. نعم علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل الأول في حياة رسول الله، بعد وفاة رسول الله اشتغلت الماكنة الإعلامية والسلطوية، نعم، على أن جعلت علي بن أبي طالب بعد 25 سنة، بعد 25 سنة من وفاة رسول الله، جعلت عليا شخصية غير معروفة أبدا أبدا أبدا. تدري يا أخ أستاذ مرتضى، نعم، لما فتحوا الأندلس وفتحوا الروم وفتحوا الفورس، هاي الفتوحات ماكو شيء اسمه علي بن أبي طالب. الفرس ما يعرفون علي بن طالب، يعرفون القعقاع ومن أرسله، عمر بن الخطاب وما إلى ذلك، نعم، عمر بن العاص وغيره، وعفوا سعد بن أبي وقاص. فشوف علي بن طالب محا، حتى أنه في كل تاريخ الإسلام في ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لا شيء اسمه علي، حسن، حسين، فاطمة، أبدا. تقصد سيدنا التاريخ الذي خط بيد السلطة، العمل، نعم، العمل الذي قامت به السلطة، نعم، حاولت أن تهمش، نعم، قرب رسول الله بأي شكل، خصوصا الخمسة الذين كانوا تحت الكساء، نعم، أصحاب العبا قولته، هبشوهم بشكل عجيب غريب. يعني 80 سنة، 80 سنة مو قليلة، 80 سنة من سقوط صدام، من الآن احنا 20 سنة، 80 سنة، يعني 4 أضعاف هالمدة، 100,000 منبر، 100,000 منبر من الشام إلى خراسان إلى مولانا الأجل بغداد إلى القدس إلى مكة إلى كل هالأماكن، المنابر تصعد وتلعن عليا في صلواتهم، تلعن عليا، اللهم لعنه، اللهم اخذله، اللهم كذا، حتى أن إمام جماعة، إمام جمعة، الأسبوع الذي يأتي يقول عفوا أنا ذاك الأسبوع أنا نسيت ألعن، فقضاء ألعن علي بن أبي طالب. حتى أن عمر بن عبد العزيز، يعني تخلوا نفتح الملفات، ترى هو أي ملفات عجيبة وغريبة، نعم، عمر بن عبد العزيز لما إجا اللي هو أكثر إنصافا من العباسيين الآخرين، قال ما ممكن يا جماعة، هذا من الخلفاء الأربعة، هذا من الخلفاء الأربعة، منع السب، عمر بن عبد العزيز منع السب لعلي في صلاة الجمعة. تدري يا أخ مرتضى، إجوا وفود من أصفهان، وفود من أصبان جاءت إلى بغداد، تقول له يا خليفة المسلمين إحنا ناذرين نذر شرعي أن نلعن علي بعد 10 سنوات، هذا النذر بذمتنا، فاسمح لنا حتى نفي بنذورنا لله بسب علي في صلواتنا. شوين صار؟ يعني همشوا علي بن أبي طالب والمدرسة الهاشمية بشكل عجيب، بني هاشم، بني يعني آل علي وآل فاطمة،
بشكل عجيب غريب. نعم. فالآن تجي تقول أنتوا ظلمتوا النبي، أنتوا ظلمتوا النبي. أقول النبي بما أحييه، النبي أحييه ببعض أصحابه الذين على حال خذلوه عند ما أدري النصرة، أصحاب الذين في الواقع قبل أن يدفن قد ماذا ارتدوا على الأدبار. نحن في واقع الحال بملء فمنا نقول، والحمد لله الآن يا شباب خل أقول الحكاية، الآن بعض هؤلاء اللي كانوا سنين طويلة، سنين طويلة أسماءهم ما أريد أجيب أسماءهم، نعم. كبار الدعويين، كبار الدعاة الأزهريين وغير الأزهريين الآن يطلعون في مقاطع، شوفوها يقول إحنا يا جماعة أعترف، هو يقول أعترف اعترافا واضحا أمام الله وأمامكم أننا ظلمنا أهل البيت، نعم. ولمدة 60-70 سنة هو يقول كبار علمائهم نحن ظلمنا أهل البيت وكنا نركز على بعض الأمور وهمشنا وضيعنا وحاولنا أن نغطي على مناقب وفضائل أهل البيت، ويبدأ يتكلم عن أهل البيت، نعم. فأقول وين أين من الذي أحيا رسول الله؟ من الذي كرم رسول الله؟ من الذي تبع رسول الله؟ نحن الذين اتبعناه في نصرة أوليائه، في اتباع ذريته، في الاستماع إلى أولاده وذريته الكرام الذين أمر على أنه هؤلاء لابد أن لا يفترقوا عن كتاب الله. فالقضية في واقع الحال قضية أنا أسميها جريمة كبيرة ارتكبت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يومك هذا. وإذا واحد يقول سيدنا شنو الدليل، اقرأوا راجعوا، عندكم ما شاء الله جوجل، وهذا جوجل هم لطيف لا طائفي ولا كذا، اكتبوا خطبة الزهراء، خطبة فاطمة الزهراء في مجلس أبي بكر أو في مسجد النبي، شوف شو تقول، اقرأوها تعرف نفسها وتقول شنو الظروف اللي إجا والدها صار نبي، وانتو شنو كنتوا، وعلي بن أبي طالب شنو سوى، وانتو شنو سويتوا كلها، وهي فاطمة التي هي بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا يعني إضافة اللي تفضلتوا به اليوم لحد يومنا هذا اللي يحيي ذكر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، من هم الأكثر في العالم؟ أتباعوا أهل البيت، والاحتفاء بولادته صلى الله عليه وسلم في ذكرى ولادته البعض يعتبر اليوم بدعة وحرام وشرك وكذا، في حين أتباع أهل البيت أحسن. هي مدرسة ابن تيمية، مدرسة محمد بن عبد الوهاب، مدرسة السلفية حاولوا أن يطمطموا على شيء اسمه مآثر وفضائل أهل البيت. الاحتفال بدعة، أستاذ، احتفال برسول الله نفسه بني برسول، نعم. أنه بدعة، أما أنه احتفال بعيد ميلاد المسيح لا، هذه لابد إحنا نتبادل التهاني وكذا، هي في الواقع مؤامرة. أحسنتم سماحة السيد، الوقت أدركنا، فلطفا ندخل إلى بوابة المشتركين والأخوة المتصلين. إذن أخينا الأخان الكريم، أختنا الكريمة، الوقت الآن أمام حضرتك للاتصال، وأيضا الأرقام أمام حضرتك على الشاشة، أسفل الشاشة. سلام وعافية إن شاء الله سيدنا. حياكم الله. بإمكانك أن تتصل أخونا الكريم، أختنا الكريمة، وتطرحون أسئلتكم، ونأخذ أول المشتركين أو المشتركات. تفضلوا رسالة صوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. من أشوف في نفسي مثلا تكبر أو عجب في هذه الحالة، ما أفعل، هل أستغفر؟ أفتونا يرحمكم الله. تفضلوا سيدنا الإجابة. أحسنت حبيبي الكريم المتداخل اللطيف، هواي جميل، يعني شاب يتصل يقول يا أبا أنا من أشوف في نفسي كبر، وأشوف في نفسي عجب، أشوف في نفسي غرور، شنو اللي أسوي؟ أولا هذا اللي يشوفه في نفسك هو في الواقع خطوة مباركة كبيرة، خطوة مباركة مهم، أنه هو اكتشف أن أنت تكتشف نفسك بنفسك، هذا وايد مهم. وأمير المؤمنين يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا،
وزنوها قبل أن توزنوا. هذا جميل أن سواء واحد يعرف نفسه ويعرف قضاياه، وهذا نفسه بحد ذاته هو تربية بحد ذاته. شو أنا والله اليوم كنت بغرور، اليوم شوية أنا تكبرت. هنا اللطيف أنه الإنسان يلتفت ثانيا أن يعاقب نفسه. شلون أعاقب نفسي؟ أنه على شنو تكبرت؟ والله أهنت فلان، أروح أعتذر. والله لأنه مثلا حسب تعبيري ما سلمت على فلان، أو حاولت أنه ما أدير بال لشخص ينبغي أن أدير بال عليه، أو أنه أحترمه. أروح على حال أقوم بالشيء الذي لابد كنت أن أقوم به. عقوبة النفس وإكراه النفس على الشيء اللي أنت ما كنت تحبه هذا مهم، يسموه التأديب، تأديب النفس كلش مهم. أحسنتم سيدنا. الأخ حميد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نصينا صوت التلفزيون إذا أمكن بشكل كامل، واسمعنا بس من التليفون. من عندي. تفضل. على السماحة السيد. تفضل. مولانا شلونك؟ حياك الله حبيبي، الله يبارك فيك. شلون صحتك؟ عبد الله أجاي. وأجوركم إن شاء الله تعالى. تفضل أخي. مولانا على المصارف الأهلية. مصارف الأهلية نعم. نعم محتاج سلفة أنا، يطولني 9 ورقة سدد 10. نعم. عندي بناء. نعم. وقالوا بيها اشتغل شرعي وابتعدت منها، اللي يصير يعني لو ما بيها شيء. عندكم مداخلة سيدنا؟ عندكم سؤال؟ لا ما عندي مداخلة. شكرا حميد، عندك سؤال آخر أخي؟ سلامتك مولاني. تحياتنا لك، شكرا جزيلا. أم علي أختي الكريمة تفضلي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أهلا وسهلا، تفضلي. لك سؤالات. تفضلي. على مود الصلاة ناس بالأربعين. نعم. قعدت في مفاصل، قعدت هاي علمت هاي الطبات البيض، وصليت بالنيت أصبح منير وأنا قاعدة ما قمت، لا قمت ولا وقفت، ما أقدر استحام. نعم. والكراسي ما يخلونا حكي العنين، وقاعدت وأنا شسمه. تمام. وأنا هاي صلاتي عندي أشتغل. صلاة شنو؟ صلاة الليل؟ لا المغرب والعشاء بس. أنا بهم سهمت، أنا قبل الإمام وأنا أسهل ما أقدر. واضح سيدنا. مرتين هيكي. تمام. سؤال الثاني أختي. سؤال الثاني، وقفت بال يم الإمام يوم الأربعين كلش أنا بعروانه. نعم. وقفت بقول الإمام الزحام وما خلونا نصل، وصليت برا الظهر مع الظهر والعصر. نعم. وأنا واقف وأدوم وأبعد وهاي هم بيها أشكال صلاتي. يعني أنت بنص الناس، أكو ناس وراك وأكو ناس أمامك. نسوان كل نسوان ما ها بس نساء. واضح واضح. بالباب وين نساء صليت. واضح. سؤال آخر. السؤال الآخر، من اجيت للبيت ما صليت بالليل، ما رجعت ما صليت كمل الصلاة مع العشاء والمغرب بالبيت، لقيت النسوان كلها نايمة وهاي وإحنا بالبيت مدرين وما صليت، جيت هنا صليت هم بيه الساعة بساعة رجعت يعني؟ رجعت في العشرة كلية كلية تنعينا وأنا عند على كرسي عندي كراسي اثنين وصلى عليه بالعشرة بالليل. صليت المغرب والعشاء؟ ما صليت. لا ما صليت، جيت هنا في البيت ثاني يوم وصليت ثاني يوم. واضح واضح. اي وصليت بالأربعة الفجر، صليت بالأربعة الفجر وهم يقولون بعد رام ألسن صلاتي أمبي. تسمعين الإجابة على هاي الأسئلة الثلاثة إن شاء الله. تحياتنا الأخت أم علي وشكرا جزيلا. حياكم الله. مع ألف سلامة. الأخ حميد سيدنا سأل عن المصارف الأهلية، يقول أخذ من عندهم 9,000 دولار وأسددهم 10,000 دولار، مو لو 900 وأسددهم 1000. في واقع الحال مصارف الأهلية إذا كان المصرف يعطي السلفة من رأس مال صاحب المصرف، رأس مال صاحب المصرف يقول يابا هذا صاحب المصرف عنده رأس مال يداين الناس، يقرض الناس 9 أوراق يأخذ 10 أوراق. إذا كان هالشكل ما يجوز. ليش؟ لأن هذا قرض ربوي،
قرض ربوي. أما هاي الأما شوي انتبهوا لها. أما إذا كان المصرف الأهلي بفلوس الرواتب، يعني البنك المركزي يعطيه فلوس رواتب، فلوس على أي حال موظفين، فتيجي أموال من غير أموال صاحب البنك يسموها أموال عامة. ففي البنك الأهلي أكو صندوق ثاني يسموه صندوق أموال المشترية، أصحاب التوفير، ما أدري، أموال بنك المركزي باعتبار رواتب. إذا كان القرض من هذا المال، من هذا المال المجهول مو من مال حساب صاحب البنك، هذا ما في إشكال. زين، هو المفروض يتأكد سيدنا يدقق. أها أحسن، تروح تسأل بابا، أنتوا لما تطون دين تطون قرضة، هذا من حساب صاحب البنك لو من الصندوق العام، الصندوق العام الموجود اللي بيه رواتب الموظفين. نعم. إذا قال من الصندوق العام ما في إشكال، هذه بإجازة الحاكم الشرعي. أما إذا كان من حساب صاحب البنك في إشكال. أبو محمد أخي الكريم تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. الله يسلمك ربي يحفظكم إن شاء الله. لطفا ابتعد عن التلفزيون تماما أو نص صوته واسمعنا بس من التليفون. تفضل أبو محمد. إن شاء الله إن شاء الله. تفضل أخوي. سيدنا بس نطلع من التلفزيون. اطلع من الغرفة اللي بيها التلفزيون. تفضل. الله يسلمك. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك ربي يحفظك. تفضل أخوي. سيدنا عندي أطفال بالبيت. نعم. وعندك أنا من الطفل يحلف الله ومحمد وأنا كل شيء الله يحلف. فأنا من هاي الشغله قال لي لا تحلف بالله، قول من المزهر. هسه المزهر هذا أي شخص عادي اللي يقول من المزهر. هسه عندي إشكال هذا علي على الطفل. زين، تمام. سؤال ثاني. بسلامكم إن شاء الله. شكرا لك على اتصالك، تحياتنا. حيدر ويانا، تفضل يا حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، شلونك؟ حياك الله، يا أهلا وسهلا. سمعت شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي حيدر. حبيبي أدي بس سؤال واحد. سمعت سيد الله يحفظك. تفضل. أنا أشتغل بشركة أجنبية. تشتغل بشركة شنو؟ أشتغل بشركة أجنبية. أجنبية. المهندسين مالتها أجانب صينيين. نعم. والشخص اللي يطبخ يعني مرات بعض الأكل أكل مطبخ هو عراقي، بس الشخص اللي يطبخ الأكل مثلا مرات صيني، هل يجوز الأكل من إيده؟ يعني تعرف للعلم هو رجل مو مسلم. هو أنا تسألك عندي أنت، مو مسلم، هو رجل مو مسلم يعني ولا كتابي، ما يفرق سيدنا ذاك عن كتابي ولا أكون مداخلة يعني هو مسيح، مسيحي العفو. بس لحظة حيدر، لحظة. مسيحي لو مسيحي، مسيحي بوذي هندوسي. هو 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 من الديانة البوذية. بوذي هو يطبخ بإيده لو بالأجهزة؟ هو يطبخ بإيده، يطبخ بإيده كل الطبخ، نفس الطبخ العراقي يعني، نفس الطبخ مالت العراق. واضح. سؤالك الثاني. سؤالك الثاني، أنا لما أقدم على يعني على أي صلاة مرات أجهو بالنية، يعني أنا قادم على صلاة العصر أو صلاة المغرب لكن أجهو بالنية، كبر تكبير في الحرام مرات أجهو بالنية. تجهو بالنية باللفظ يعني؟ أي بس النية في اللفظ، وإلا أنا قادم على صلاة المغرب مثلا. نعم واضح. أسأل الله إن شاء الله طيلة العمر إلا سمحت السيد رشيد الحسيني. اللهم آمين لكم أيضا إن شاء الله. شكرا جزيلا على اتصالك أخوي حيدر. سيد، نرجع لأم علي. أم علي عندها كانت ثلاث أسئلة. السؤال الأول تقول قعدت صليت جلوسا ما قدرت لأنه ازدحام، أول سؤال كان هذا. في الواقع إذا كانت هي عاجزة يعني تقول أنا عندي كراسي أصلا أصلي على الكرسي وأنا عاجزة أصلا عندي عربانة، إذا ما تقدر أن تصلي من قيام وقعود وركوع وسجود فهي تتعامل مع صلاتها بحسب إمكانياتها. اسمح لي سيدنا بس أنا شوي أفهم السؤال وسمعت الصوت واضح. تقول أنا عادة أصلي على كرسي. جيد. الآن حتى الكراسي كانوا الناس شاغلية فما قدرت أقعد على كرسي. جي. فقعدت على دتشة صغيرة أو كذا. مشكلة. نعم. سواء كانت على كرسي أو على دتشة أو على ناصية. ما أدري صبة أي شيء، المهم أنه تقول أنا عاجزة وصليت حسب عجزي وأنا جالسة. نقول ما في إشكال إذا أنت كنت عاجزة عن القيام والقعود أو الركوع والسجود بشكل طبيعي. نعم أحسنتم. السؤال الثاني نجاوب عليه بعد ما ناخذ اتصال أبو عباس. فضل يا أبو عباس. ألو. يا الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي. تحياتنا للسيد الله يحفظكم. الله يسلمكم. السؤال في الميراث. ميراث، نعم.
اي ميراث، اكو مراعدها ملكيه خاصه. نعم. اكو مراعدها ملكيه خاصه، يعني ملكيه مو تبعها من زوجها او واولاد ما عندها. نعم. وعندها بس اخو. بني. نعم. فايش قد حصه مثلا ياخذ الاخو وايش قد حصه ياخذ الزوج؟ هي اطفال ما عندها. جيد. تسمع الجواب ان شاء الله ابو عباس. تحياتنا لك، شكرا جزيلا. واضح جدا، واضح جدا، تحياتنا لك. ابو غزوان ويانا هجران، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا بدايه مساكم مبارك واحييكم واحيي سماحه السيد. حياكم الله تعالى، بارك الله فيك. تفضل. الله يحفظكم. طبعا بالنسبه لي سؤال قبل قليل، يعني سماحه السيد ذكر مسألة أنه هؤلاء اللي هم أعداء محمد وآلهم كيف يعني يهتمون برسول الله عليه الصلاة والسلام ويعادون ذريته. يعني أنا قبل كم يوم يعني صار صدفة، كان أكو شخص واقف وصار حوار، صار نقاش بخصوص عن ذرية محمد وعلى محمد، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يقبل بالشتم وبالسب. انا فكرت له مساله، قلت له يعني راح اقول لك روايات، يعني انا انسان بسيط، قلت له يعني هؤلاء يعني هم اعداء محمد وال محمد، كيف يعني رسول الله ما يقبل بالشتم والسب؟ قال لي ما يقبل. قلت له زين، اضرب لك مثل، يعني هؤلاء اللعناء يزيد بن معاويه لعنه الله عليه، يعني هل يقول سب او لا؟ قال لا، ما يقول رسول الله ما يقبل بهذا الشيء. فانا اقول هذا الشيء صحيح مثلا. انت تسال عن السب لو عن اللعن، ترى فرق بين الاثنين. والله أسأل عن الاثنين. عن الاثنين تسمع الجواب إن شاء الله. يا سماحة السيد يوضح لنا هذه المسألة. جيد. إن شاء الله تسمع الجواب أخي، شكرا جزيلا. أم علي سيدنا سؤالها الثاني، نص النساء صلت وازدحام، ما أعرف شنو وجه السؤال، ليش سألت هذا السؤال؟ يعني ماكو وجه السؤال، يعني تقول جاء أصلي بين النساء وأنا كذا، في صلاتي مشكلة ولا لا؟ طبعا صلاتك حجية لابد تكون بشروطها، يعني واحدة باتجاه القبلة، فما تقدرين أنت تصلين بأي اتجاه، يعني والله أنا مقابل الضريح وأصلي، ما يصير. القبلة وين؟ إذا القبلة هالصوب لازم باتجاه القبلة، فلا بد أن تحافظين على شروط الصلاة، أن تكون باتجاه القبلة، ملابسك نظيفة طاهرة وأنت متوضية، وعلى حال الأمور الأخرى. أما أنه مجرد واقفة بين نسوان الصلين فلا إشكال في ذلك. تقول رجعت وما كملت صلاتي وثاني يوم صلتها. صلاة يعني قضاء. يعني فاتت عليك الصلاة قضاء وصليتيها، تقولي أنا ساعة 4 الفجر صليت الصبح ساعة بالأربعة. نعم. صلاة يعني الصبح صلاة لا يظهر صلاتها أخرتها إلى ساعة 4. نعم. الفقهاء يقولوا إذا إنسان نسي صلاة العشاء فيمتد وقتها، صلاة العشاء يمتد وقتها إلى طلوع الفجر. يعني تقدرين تصلين صلاة العشاء إذا كنت ناسيتها أو على حال غافلة عنها، تصليها أداء ما قبل طلوع الفجر. أما المغرب على أي حال قضاء، والقضاء إلى نصف الليل، يعني ساعة 11 ربع أو 11 ثلث، فعلى أي حال صلاة قضاء المغرب والعشاء إذا كنت ناسية لا أشكال. أحسنتم سيدنا. الأخ أبو محمد سيدنا الله يبارك به، يعني يهتم تربية أبناء، من شافهم يحلفون زايد اقترح عليهم اسم يعني عامي ليس من أسماء المقدسة، قال حلفوا بي، فيقول هذا بي إشكال في واقع الحال فيما يرتبط بالقسم. احنا ليش نخلي اولادنا يقسمون؟ اسمحوا لي بس ابين. تفضل سيد. لماذا انا ارغم اولادي للقسم، او لماذا اولادي يتعلموا على ان لا يتكلموا ولا يتحدثوا معي الا بقسم؟ نعم. الجواب لانهم يخافون. نعم. لانهم يشعرون انه والدهم ووالدتهم لا يصدقونهم. واقع يعني ابني ليش يحلف؟ لأنه يدري أبوه ما جاي يصدقه، أمه تشكك فيه، وإلا يحلف. إحنا لازم نربي جهالنا بطريقة أنه بابا أنا أثق بيك، اللي تقوله هو الصح، اللي تقوله هو الصح، والله مشاهد على ذلك. أنت لما تربي ابنك على أنه لا تقسم أصلا، لأن ماكو داعي للقسم، يعني أنا أصدقك بابا، من تقولي أقول لك بابا وين كنت؟ تقول شيك بالمدرسة، خلص والله أنا بالمدرسة. حبيب قلبي أنا ما قلت لك أنت مو مدرسة، حتى إذا علمت أنه قاعد يكذب غاضب. أحسنتم، حتى لو تدري أنه يكذب، ولكن اشعر أنه أنت تصدقه، اشعر أنه أنت تثق به.
زراعة الثقة في الأولاد أهم من ردعهم من اليمين. أنا أخليه يثق ويأمن بي، ذاك الوقت راح أشوف أنه هو أوتوماتيكيا بعد ما راح يقسم. هذا الإجراء اللي أنت تقول أنا والله قلت لبابا لا تقول والله، يقول مثلا والحايط مثلا والأم الكذا، فالاسم هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، ولكن أصل القضية أنا قلت تعالوا لا نعلم أولادنا على أن يقسموا في حديثه. أحسنتم سيدنا. الأخ حسين تفضل. تفضل حسين. السلام عليكم. شلون أخوي؟ عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. عندي سؤال، بس أبدأ أسأل السيد. أنا عندي أهلي مقاطعين، صار لهم يعني بالسنة تقريبا. أهلك مقاطعيك؟ نعم. إيه، وما في لا اتصال ولا ها يعني، وأنا مرات أسأل يعني، بس هم صارد نوب يعني مقاطعين ولا أحد يسأل ولا هاي، شنو الجواب؟ هذا أشوف السيد والله شو يقول يعني. يعني مقاطعين؟ يعني مقاطعين مو أني. مقاطعيك يعني مشغولين بالحياة، لو أصلاً يعني خصام بيناتكم؟ لا والله يعني لا يسيلون علي، لا على ولدي ولا على يعني عائلتي، يعني فرد نوم. أكو مشكلة لو بدون مشكلة حسين؟ حكم يعني شنو حكمها؟ أكو مشكلة لو بدون مشكلة؟ والله ما عندي مشكلة وياهم، وأنا بالعكس أنا أسأل عليهم. واو. بس يعني بالفترة الأخيرة بعد لا يسيلون علي، وهاي زين، وأنا عندي والدتي، شنو الحل يعني؟ واضح. أسأل السيد أدي أشوف. تسمع الجواب إن شاء الله أخي الكريم، تحياتي. مشكور، رحمة الله والدي، سلمنا على السيد خويا، مشكور. يواصل إن شاء الله، شكرا جزيلا. الأخ حيدر سيدنا يشتغل بشركة أجنبية واللي يطبخ له بوذي من الديانة البوذية، شنو حكم الأكل؟ أستاذ مرتضى، الطبخ على قسمين، طبخ أوتوماتيكي وطبخ يدوي. الطبخ الأوتوماتيكي تعرفون أنه أجهزة يدخل المواد، تدخل في الأجهزة والماء يهم بحسب الوضع الميكانيكي، يصير ماء ودهن وكذا، وبعدين يطلع الأكل كله بدون تدخل بشر. نعم. كلها حسب تعبيرنا يعني إعازات وبرامج، يطلع لك تمن قيمة تمن كذا، بحسب شنو؟ بحسب النظام الأوتوماتيكي الطبخ. إذا نعم. كان هالشكل، فبعد ماكو إشكال في أنه هذا يكون بوذي أو يكون مسلم. وهذه المعلبات الموجودة الآن، مثلا شوف مرقة باذنجان، مرقة فاصولية معلبة، هذه ما دام ماكو تدخل بشر يعني، وإنما كلها بالميكانيك، هذا ما في مشكلة. نعم. أما الطبخ اليدوي، أنا أشيل بإيدي وأخليه، وإيدي رطبة وإيدي مبللة، هنا لا يجوز الأكل من غير المسلم وغير الكتابي، يعني الذي لا يدين بدين سماويا، فإنه محكوم بالنجاسة، فهنا لا ينبغي الأكل من يده. يعني المسيحي صير، المسيحي اليهودي صير، اليهودي الذين ينتمون إلى ديانات سماوية. نعم. وأصحاب كتب سماوية لا إشكال في الأكل من أياديهم، بشرط أن لا يأكل الخنزير ولا يشرب الخمر. ها شرط هذا سيدنا. أبو عقيل تفضل أخي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. يا الله حياكم الله. اللهم الله أجوركم. الله يحفظكم. تفضل أبو عقيل. الله يحفظك. سيدنا، صار عندي إشكال بالزيارة هذه. تفضل. كل سنة أنا أطلع لوحدي الزيارة. نعم. وأنزل بالذكر، أحكي خطوات نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الأئمة. نعم. إلى أمواتنا المؤمنين وكل من حق علينا. نعم. والمحفظة وعلى الطهارة والذكر الدائم إلى أن نوصل الزيارة. طيب. السنة طلعت على مثل منهاجي كل سنة. نعم. المواكب شوي زيادة خير من الله، وزوار إيرانيين هواي، فأبتعد عن المواكب. نعم. بدأت أصلي، وبعدين الصبح استمريت، توقفت بمدينة الزائرين. نعم. إلى أن نقدر نختصر شوية أبو عقيل لطفا، بدون سرد.
الان كهرباء كربلاء. نعم. قبل ليله الزياره. نعم. كانت اكو شاحنه عندي بالجهاز. نعم. جربتي. ما لقيت الشاحنه. دورت عليهم. فصار عندي اشكال. اكو دعاء عن المواظب عليه. دعاء للامام علي عليه السلام يقرا تحت السماء. اللهم قد اكتفيت بعلمك عن المقال وكرمك عن السؤال. نعم. اللهم انت ستتي ورجائي. بلحاظ الاختصار ابو عقيل بلحاظ الاختصار فيه. لانه اتصالات كثيره. فيه. نعم. نعم. سبحان الله هذا الدعاء يعني صار اكو امتحان لي. فصار عندي شك بين هذه الشاحنه نخلت من الحقيبه مالتي. زين. فسؤال. اي. يعني مو شاحنه صارت راس تريلي. زين. فظل يراودني الشيخ يراودني الشيخ لما رجعت لاهلي خبرني هذا الطفل قال يا ما شاحنتك الناس ناسيه. نعم سؤالك. هذا هل اي السؤال هذا هل يعني زياده خارجي اشكال؟ واضح شكرا جزيلا. الله يعافيك. ابو عمار تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اخي. سيدنا الله يسامحك. حياكم الله بارك الله فيكم. مولاي يعني عندي ورشه ما تصليح اجهزه منزليه يعني اوفنات خلاطات عجانات من السوالف مال البيت. نعم. ولا يجون زبائن ذن الاجهزه مالتهم انا اخذ رقم الموبايل بحيث من يكمل الجهاز اخابره اكو منهم ينطون الرقم غلط اساسا. هاي وحده. اثنين اكو اجهزه صارت ثلاث سنوات بس لحظه خليني افهم الاولى اني ينطون الرقم رقم شنو هذا بيمن تحتاجه انت؟ انا اخذ رقم الموبايل مال الزبون حتى ما يكمل جهازك الا تعرف جهازك. نعم. طيب اكو منهم ينطون رقم الموبايل غلط سواء مقصود او ما مقصوده ما اعرف. زين. لكن مشكلتي اللي اعاني منها هسه انا مولاي عندي اجهزه صارت ثلاث سنوات واربع سنوات يمي لا اعرف راعيها. واضح. رقم الموبايل مغلق. لا اقدر ابيعه مثلا واصدق المبلغ يعتبر مثل السكراب بي ان بي نقص. زين. وحاير ما اعرف وين اوديها. تمام سؤال ثاني. لا والله بس هذا. شكرا لك على اتصالك. اتصال من من؟ سيد جواد تفضل سيد جواد. صار عندنا مجموعه اتصالات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلون سيدنا عظم اجوركم واجورنا. الله بارك الله بكم حياكم الله. تفضل سيد. سيدنا جواد جزاكم الله خير. تفضل. عندنا امام جامع صلى وراء من التنبيه. نعم. وعندنا موكبين بالقرية مال أبو عبد الله عليه السلام. نعم. الموكبين يجي أن تبعن بالقرية وانت أن احتمل الموكب احتملنا أم الجامع. نعم. الإمام الجامع مالنا ما يطلع يمشي ويا الموكب. ولا بالختمة يوقف من الموكب و زين. ويوقف ترجع وكذا. أو يصير واجهة للمجتمع يحث المجتمع على على فالسؤال يا سيدي جواد السؤال. السؤال نعم السؤال هل يجوز تنبيه أم يجوز؟ تمام شكرا جزيلا وشكرا على اتصالك وطرح السؤال. شوي نتوقف عن الاتصالات لطفا. نرجع سيد لسؤال الأخ حيدر الثاني يقول مرات أثناء صلاتي بالنية سهوا عفوا بالنية لفظا أسهو ولكن أنا بداخلي أعرف أن راح أصلي المغرب أو العشاء. أحسنتم. النية ليست لسانية، النية قلبية. أنت قلبا تريد تصلي صلاة المغرب هسه سبق لسان صار لسانك قال العشاء هذا ما يأثر. الفقهاء يقولون أنه اشتباه في التطبيق يعني اشتباه في اللفظ. هذا الاشتباه باللفظ ما يأثر في أصل القصد. قصدك أن تصلي صلاة المغرب حتى لو كانت في ألفاظك أنها صلاة العشاء فلا يؤثر في صحة الصلاة. أحسنتم. أبو عباس سأل عن الميراث. امرأة متوفاة ملكيتها الخاصة ما عندها أولاد عندها بس أخ وزوج. إيش قد الأخ وإيش قد الزوج؟ إذا بس الأخ والزوج يعني ما عندها لا أبو لا أم. هذا اللي افترض السؤال. أحسنتم. إذا أبو أم الأخ ما توصل النوبة إلى يعني. إذا لا أمه وأبوها أيضا ميتين فأخوها يأخذ نص التركة يعني نص الملكية اللي هي عندها والزوج النص الآخر. الزوج حقه
إذا كانت زوجته لا ولد لها وليس لهم ولد فله النصف، وإذا عند أولاد فله الربع، ما دام ما عند أولاد فله النصف والنصف الآخر لأخيها الآخر. تمام. الأخ أبو هجران سيدنا داخل نقاش عن اللعن والسب بالنسبة لأعداء الإسلام، يقول يصير نلعنهم لو يصير نسبهم أعداء أهل البيت اللي قتلوهم واللي لحقوهم. شوف حبيبي، نعم كما ذكرت جنابك أنه رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن السب والشتم، وأمير المؤمنين صلى الله عليه وآله ذكر في حرب الصفين عندما وجد بعض أصحابه يسبون معاوية قال كرهت لكم أن تكونوا سبابين، وإنما اذكروا أفعالهم، قولوا ذولا مجرمين، ذولا قتلة، ذولا على حال غدرة، اذكروا أفعالهم، فذكروا أفعالهم يكرههم في قلوب الناس. أما السب والشتم هو ليس من طريقة الإسلام. نعم اللعن، اللعن هو في الواقع سنة الله في القرآن، هو دعاء سيدنا. نعم، ألا لعنة الله على القوم الظالمين، الله يلعن الظالمين. معنى اللعن سيدنا؟ اللعن يعني الابتعاد عن رحمة الله، اللهم أبعده عن رحمتك، فلا إشكال في اللعن. أما السب والشتم قلت هذه من ناحية الأخلاقية غير صحيح، ولكن هل يجوز أن أسب الظلمة؟ قلت ليس صحيحا، ولكن مو حرام، مو حرام واحد يسب. مثلا واحد يقول ذولا الكلاب، كما أن الإمام الصادق يصف النواصب الذين ينصبون العداء لأهل بيت رسول الله، يصفهم بأنهم أنجس من الكلب، أنجس من الكلب، يعني كفر. ففي واقع الحال توصيف الأشياء بهذا الشكل لا إشكال فيه، أما السب والشتم بهذا النحو على أنه نعلم أنفسنا على السب والشتم هذا ليست من أخلاقيات المسلم. أحسنتم سيد. الأخ حسين أهلا مقاطعي يقول شنت أني أسأل وهم أصلا لحد الآن لا يسألون علي ولا. شوف حبيبي حسين، ما يجي الأمر من فراغ، يعني أكو وحدة تقول لابنها ما أريد أشوفك، أو أخو يقول مثلا أنا أريد أقاطع أخوي، فما نقدر إحنا نحكم أنه أنت مقصر أو هم مقصرين، أو أنت مخطئ أو هم مخطئين، لازم نسمع الطرفين، يعني أخوتك والدتك لازم هم يتصل يقول يا أبي ترى هذا حسين مسوي هالشكل، وفي اليوم ضارب أخوه، في اليوم مهاين أمه مثلا. نعم. وإلا القضايا ما تجي من لا شيء، فلا بد أن يكون سبب. يقول لا سيدي ماكو سبب، والله بالله ماكو سبب. يقول على حدا ماكو سبب، عجيبة يعني، واحد ما يترك أخوه وذرية أخوه وما يتواصل وياهم لا لشيء، فأنت تواصل وياهم سلم عليهم حتى لو هم ما يقبلون أنت روح. فأمرا طاعة لرسول الله حيث قال صل من قطعك، اللي يقطعونك أنت توصلهم أفضل من أن تقاطع. أبو عقيل زيدنا يقول شككت أنه شيء من أشيائي سرق أثناء الزيارة ولما رجعت لقيته موجود، هل في زيارتي شيء؟ لا ليس في زيارتك شك، وإنما أنا اختصرت السؤال بشكل سريع. أحسنت أبو عقيل، هو سألفته هواية طويلة. نعم. لو كان سؤالك يا سيدنا أنا وقع في قلبي ظن سيء بالآخرين وهل يأثر في زيارتي؟ الجواب لا، استغفر الله، لأن بعض الظن إثم، أن بعض الظن إثم، الإنسان حتى لا يأثم ويظن بالآخرين السوء يستغفر الله إن شاء الله زيارتك مقبولة. أبو عمار سيدنا مصلح أجهزة منزلية يقول الناس يعيفون بعضهم أجهزتهم عندي وبعد فترة طويلة ما أقدر أحصلهم، وهاي الأجهزة حتى ما أقدر أبيعها لأنه ناقصة قطع. كل محلات الصيانة سواء موبايلات، ساعات، غسالات، تلفزيونات، لابد أنه يكتب فرد شيء، يكتب أو يفهمهم أخي أنت هاي موبايلك لمدة 3 أيام تجي تأخذه، إذا ما تجي بعد 3 أيام يكتب بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد أسبوع لا يحق لك المطالبة به، يعني تأخذ من عنده إذن في التصرف. هذه شرط ضمني حتى لا يتكدس. يعني أكو واحد أبو تلفزيونات يقول سيدنا عدي تلفزيونات ما السبعينات، قلت له هاي صارت خردة، فقال أنا شو أسوي يعني من ناحية الملتزم دينيا شو أسوي؟ هذه في واقع الحال لا قيمة لها، فيمكن إنسان ماذا أن يتصدق بها عن أصحابها واكتبوا هذا الشيء. يقول سيدنا أنا حتى ما أقدر أصدق بها لأنه ما تنباع يعني. قلت لك لذلك حبيبي أنت أول اشترط عليهم يا بعد 3 أيام إذا ما تجي ترى أنا أتصرف فيه أخذ أجرتي وأبيعها. الآن شو يقدر يتصرف فيه؟ الآن نفس الشيء، أنه واقع الحال إذا يأس من أهلها ولا يعرفهم فبإجازة الحاكم الشرعي يتصرف فيه.
تمام سيدنا. السؤال الأخير كان من الأخ سيد جواد، يقول الإمام الجامع اللي بمنطقتنا بالقرية ما يجي بالموكب، فأني أقدر أتم به بالصلاة ولا لا؟ يعني إحنا لازم نقدر ظروف الإنسان، يمكن مريض، يمكن عنده وسواس طهارة ونجاسة، يمكن باله مشغول، يمكن ما ليش أنت تحمل على أنه هذا ضد الشعائر وضد المواكب؟ لا، فالإنسان على حال قدر ظروف الآخرين، ليس كل من يشترك يعني هذا وكل من يترك أنه فاسق، لا ليس الأمر هكذا، لا بد من تقدير الأمور بشكل صحيح. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على كل ما تفضلتم به، وسقاك الله شراب العافية إن شاء الله. سلمكم الله. أنا أعتذر على حال عندي شوية يعني احتقان في الصدر، وأعتذر اعتذار شديد. شكرا شكرا جزيلا لكم سيدنا. الشكر موصول لكم أيضا إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، لنا لقاء إن شاء الله. شكرا، في رعاية الله.